بصراحة مقدم مباراة كويسة جدا، خاصة على مستوى الدفاع. ارقامه بقى ارقامه هو يعتبر اكتر اتنين لعيبة قطع الكرة في المباراة، محمد هاني ورامي ربيعة 17 مرة، والاتنين برضو اكتر لعيبة عاملين تاكلينج صحيح، 3 تاكلينج، بيحضر الهجمة بشكل مميز من تحت، 8 تمرير طولي، كورته حلوة، ده عشان كده دايما فايلر بيحب يبدأ بمحمد هاني في الدوري تحديدا. عدد التمريرات القصيرة 24، صنع فرصة، محاولات على المرمى. إذا دور هجومي، دور دفاعي مميز جدا، ودور تحضير الهجمة مميز جدا، ولكن على المستوى العرضيات ما كانش قوي، يعني هو عمل 3 عرضيات بس، منهم 2 خطأ وواحدة صح. إذا تقييم محمد هاني مميز جدا على المستوى. في ظل الهجوم اللي او يعني الضغط اللي كان عليه من ناحية الشمال من وادي دجلة، من يعقوب ومحمد رضا واللاعب الاخر عبد الكبير الوادي، عبد الكبير الوادي، اعتقد ان ده كان شيء جاي، يعني طبعا شيء جاي. قدم دور دفاعي مهم. انت بتتكلم في لعيب قطع، اكتر لاعب قطع الكره في المباراه هو ورامي ربيعه، اذا دور دفاعي مميز جدا. كمان على مستوى تحضير الهجمه تاني واحد، اكتر لاعب عامل تمرير طولي بعد محمد مجدي قفشه، فبالتالي ده لعيب عنده الرؤيه، لعيب كورته حلوه، مميز قوي بالتاكلينج كمان، فعمل جيم دفاعي مميز جدا. محمود وحيد يمكن على مستوى المراوغات الناجحه عامل لعيب كورته حلوه برضه، محمود وحيد، ولكن على مستوى العرضيات يمكن هو عمل 7 عرضيات، واحده بس منهم صح. مستوى الدور الدفاعي برضه كويس، ولكن محمود وحيد لسه جاي، لسه برضه بعيد، كان بعيد وبدا يرجع تدريجيا، برضه بيلعب عليه النهارده رفيق كاب، ولعيب سريع جدا، فيعتبر محمود وحيد كتقييم. طبعا محمد هاني يعتبر اعلى شويه لانه هو اكتر لاعب استخلص الكرات في التغطيه الدفاعيه، كان اكتر. ده بالنسبه للظاهرين. نروح لرامي ربيعه و...